بعد أن غاب عن مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا في الدور ثمن النهائي، والتي تعتبر الأولى له في العقوبة المسلطة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية عضته الشهيرة لكيليني، سيكون أمام مهاجم برشلونة الجديد لويس سواريز الانتظار 8 مباريات أخرى للمشاركة مع المنتخب الأوروغواياني، مثلما أكدته الفيفا يوم الاثنين. سواريز سيبقى خارج المنافسة أيضا 4 أشهر كاملة سيكون ممنوعا فيها القيام بأي نشاط رياضي رفقة ناديه الجديد برشلونة، في انتظار القرار الأخير للتاس في هذه القضية والذي سيصدر يوم الجمعة.